موجة برد شديدة تستنفر الأرصاد لتحذير السكان والمزارعين في 5 محافظات. نتابع التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال 24 ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم بأن الأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة على محافظات الصعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية. وكما توقع أجواء باردة على مرتفعات محافظات إب، الضالع، أبين ولحج، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 5 إلى 10 درجات مئوية أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئية نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة والمحويت وريمة وإب وتعز. وجدد مركز الأرصاد والإنذار المبكر تحذيراته للمواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، خصوصا الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، وكذا النحالين ورعاة الماشية. وكما حذر الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.